هذا فيما يتعلق بجانب، ما يتعلق بجانب القانوني نختار نقول في هذا الإطار واحترام الحكومة التزاماتها الدستورية على أن تم اتفاق بين الفرقاء السياسيين كما قلت بين يوم 13 إلى 16 بين 16 أكتوبر 2012 على وجود تغيير سياسي، تغيير النصوص اللي تحكم الانتخابات سواء كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية أو الشيوخ أو البرلمان أو البلديات. وهي الخارطة، هاي الخارطة كانت الحكومة ملزمة على أنها تنفذها، وتم احترام الآجال بالنسبة للانتخابات النيابية والبلدية وإجراءات ظروف شفافة ونزيهة. والدليل عليها وجودكم اليوم، وجودنا اليوم معاكم في غرفتكم المحترمة. كذلك تم تطبيق هذا الالتزام الدستوري في الانتخابات الرئاسية لإجراءاته فقط رغم المطالبات الغير دستورية بأنها تأخر عن وقتها ومطالبة بإسقاط دعوة الناخبين لأنهم الانتخابات. ونختار نقول في هذا المقام أن الحكومة ما قد شرعت في انتخابات إلا وتقدمت بالحوار، طلبها صراحة حد من النواب عن قضية الحوار. نختار نقول أن سباقين الحوار وأن طلبنا الحوار وأن السبب التأخير والسبب الأساسي هون للتأخير اثنين فيما يتعلق بالفئة ألف كان هو انتخابات الرئاسية 2009. هذا كان وضع دستوري يطلب الانتخابات الرئاسية، كانت تتطلب الظروف، وكان الطيف السياسي ساعة اتفق على تجرى في ذاك التاريخ، وبالتالي تأخرت شهرة عن وقت المحدد اللي هي ألف، وتم إجراءها عقب ذاك بتأخر عدة أشهر 7 أشهر. فيما يتعلق ب استدعينا هيئة الناخبين وقسنا الانتخابات، يا غير طالبت المعارضة، هاي ورد على أحد النائب سيد أحمد، أن طالبت المعارضة أنا ذاك على أنها في الوقت اللي هي أجل حوار وطالبة من الحكومة حوار ما يلا الحكومة تدير لها ظهرها وعلى أنها ترجع الانتخابات، وعلى الانتخابات تختارها تعدل في إطار نزيه وشفاف حسب ما تسمي، وعلى أنها تعدل عن طريق بعيد عن الدولة وعن طريق تشكل لجنة مستقلة للانتخابات. على ذاك الأساس صدرت الحكومة، قبلت الحكومة قرار بسحب استدعاء هيئة الناخبين نزولا لهذا المطلب الوطني طلبت به المعارضة، وأخرت انتخابات تجديد جزئي في إتباع إلين جاء لها الحوار، وتم الحوار وقاسوا بعض المعارضة، بعض المعارضة للأسف ما جاء، وبالتالي بجيم عقب ذلك ما قدرت تعدل به اللي باء توخرت. إذن هذا هو المبرر الأساسي لهذا التأخر، معناها أنه كان استجابة لطلب سياسي من أجل توسيع أكبر مشاركة وطنية من لدن الطيف السياسي الوطني في الانتخابات الشيوخ. فيما يتعلق بالجزئية اللي تتعلق بعدم شنو مرجعيتنا القانونية، إشارة السيدة النائبة فيها، نختار نقول مرجعيتنا القانونية هي مرجعية دستورية، استشارة القانونية بينها المادة 15 من القانون الدستوري الصادر 2012 والمتعلق بالتجديد الجزئي للشيوخ، ان بعد اكتمال جزئي بعد اكتتام المسلسل الانتخاب البرلماني ان يا الله يصدر قانون تنظيمي هو الذي يحدد الآلية، والذي يحدد الآلية لا يتم بها الرجوع الطبيعي للانتخابات الجزئية لمجلس الشيوخ حتى تصل الى وضعها الطبيعي. واحدى مواده كذلك إشارة القانون الدستوري أعلن لابد أن الرجوع الطبيعي يخلق عن طريق إيش؟ عن طريق أن يعودهم دورتين برلمانيتين تمتد مدتهم 4 أشهر. واحدة منهم تبدأ واحد أول يوم في أكتوبر يوم عمل، والآخر يوم أول عمل في أبريل. إذن المجلس الرجوع الطبيعي دستوريا إلى الوضعية لابد من قانون تنظيمي ينص على هذا. هو القانون الان المعروض امامكم، معناه ان مرجعيتنا هي الماده 15 من القانون الدستوري المنظم لعدل معدل الدستور. هذا هو مرجعيتنا. سمعت بعض النواب نهارنا يطرح لنا في اللجنه
على انهم شخص اعطى استشاره قانونيه، ظاهر انه ما قرا، قلت ردي، لانه ظاهر انه جاهل قصدا ولا غير قصدا، والله ما قرا التعديل الدستوري، مع انه شاك ان ما زلنا في قانون في الدستور 91 ما خلق فيه تعديل. قانون دستوري، قانون الدستور وعدل في مؤتمر للغرفتين، والتعديل الدستوري كي تعرفوا لما ينقال لكم انتم عنده حالتين، حاله الاستفتاء العام وحاله المؤتمر، وخل عدل المؤتمر واقر هذه المواد، ومن هذه المواد الرجوع الوجوب الرجوع للوضع الطبيعي لانتخاب وضعيه الجمعيه الوطنيه من حيث العدد الوقت المحدد للجمعيه هي 4 أشهر وتاريخه، وكذلك بالنسبه للوضع الطبيعي التسلسل الطبيعي لتغيير الشيوخ. اذا هذا نختار نقول عنه وهو بالنسبه لنا مرجعيته. فيما يتعلق بالاختلالات اللي قد يؤديها بالنسبه للنسبيه اللي كانت موجوده في نواكشوط طرحت من النواب، نختار نقول على ان القانون التنظيمي رقم 030 الصادر 20 مارس 2012 في اطار نفس التغييرات الدستوريه نصه مات الساتة على ان مجلس الشيوخ على انه ينتخب على انه الدائره الانتخابيه هي المقاطعه، وغير الماده غير القانون الامر القانوني الاول المتعلق به واللي رقمه 029/7/91 هذا كان ينص على انه مجالس الشيوخ بالنسبه لنواكشوط على انه دوائر مقترنه، هل الدوائر مقترنه بالنسبه للنسبيه. رجع القانون الجديد 030 قلت ترجعوا له القانون الجديد وقال اعلن الدوائر هي دوائر مقاطعيه، ونهايه الناخبين هي المستشارين البلديين. على هكذا الاساس نختار نطمن، وقلت في النهار الاجتماعي معاكم على ان لم هذا التعديل والتقطيع اللي وقع في نواكشوط انه لا يمس باي حال من الاحوال لا الانتخابات التشريعيه ولا انتخابات ولا الشيوخ ولا اي حق قانوني قد يترتب على اي انتخابات. هذا بالنسبه لما يتعلق بهذا الموضوع. فيما يتعلق جانب تكلم حد عن تكلم حد عن التقطيع، نختار نقول على ان الدوله وهذا من اللي نختار نشيد به هون امامكم ساده النواب على ان الحكومه واضعه خطه إصلاحية شاملة، وجزء من هذه الخطة هو ما يتعلق بالتقطيع الإداري وكذلك تفعيل اللامركزية. فيما يتعلق بالتقطيع الإداري كل ما رأت الدولة لنا حاجة أمنية ولا اقتصادية واجتماعية ولا بشكل شمولي كاملين على تعدل التقطيع الإداري تعدلوا وتعدلوا على أسس صالحة ومدرسة. رأت مثلا على أن هم تهديد امني وهم بعد عن الاداره وهم تخلف يعانون بعض المواطنين نتيجه لعدم وجود بنى اداريه احداهم في الحوض الشرقي مقاطعه نبيكه، استحدثت مقاطعه نبيكه على احدث طريقه واطور وسيله لاحداث المقاطعات. خلقت مشكله تعرفون على طريق نواذيب امنيه اقتطاع بعض السواحل الاسبانوليين نتيجه لانك لكن المنطقة مردنا تعتبر خاسرة كان يتم الاعتداء علينا من خلالها، وعلنا منطقة حيوية ومهمة للبلد تم استحداث مدينة حديثة عصرية في مدينة في مقاطعة ولاية داخلة نواذيبو تسمى الشامي. رأت أن تحديات ديمغرافية والإدارية والأمنية في نواكشوط تتطلب على أن مدينة ما تعود من الخمسينات من 58 الآن كان سكان هذه الساعة يعدوا بالآلاف القليلة، الآن عاد تضاهي 900,000 والله يسكن فيها شبه ذو السكان بعض الأحيان، تعود عندها نفس مزالة تعيش بنفس الوضعية الإدارية.